مكسر الدنيا. اللي بينجح بره الصراحه هو اللي بيصمم وبيعافر وبيستحمل حاجات كتير قوي. ربنا كرمني خلاص، ربنا ما كرمنيش برده كان هرجع برده اهلي وزمالك والكلام. كنت شايف الخطوه بتاعت الاهلي ازاي؟ ما كانش بينزلني يعني، كنت اخش يعني. انت بتقول انت متالق في التمرين وعامل كل حاجه وتمام. كان هو بيقول لي انا مستني الوقت المناسب. انا قعدت سنه كامله بتمرن والعب ماتشات وديه، نفسيتي وهمدان في التمرين، فقال لي خلاص اعمل ايه بقى، بيطلعني بره السكور خالص. لو الزمن رجع بيك هتفكر بنفس الطريقه؟ لا، كنت هكمل، هصمم ان انا اكمل بره، لان كده كده اللي بينجح بره الصراحه هو اللي بيصمم وبيعافر وبيستحمل حاجات كتير قوي وما بيستسلمش على طول. انا كان معاك تريزيجيه تقريبا، كان تريزيجيه هناك في النادي لسه رايح، وكان المدرب هناك بيعامله وحش جدا، وكان عارفه وما كانش بيلعبه، كان بينزله سكند تيم. هو كان عنده اصرار انا هكسر الدنيا وهلعب، وراح اعاره تركيا من هناك وكسر الدنيا. ما فكرتش انت كده؟ لا ما فكرتش كده. ليه ما اتكلمتش مع تريزيجيه هناك؟ كنت بقابله كتير. ما يعني ما قالكش لا ما ترجعش؟ لا لا، ما يعني ما اتكلمناش ساعه الخطوه. يعني هو بارك لي بعد ما انا رحت، لكن ما اتكلمناش ساعه الخطوه. لكن طبعا اللي شجعني اكتر ان انا اروح، انت عارف العيله واصحابك واول من الاهلي. فكل ده بقى فاهم انت، انت ماشي، محدش يقدر يقول الاهلي لا، ماشي مع الموجه. يعني اتهيالي ما حدش. والنهارده برضو الاهلي بيجيب لاعبين من اوروبا سواء مصريين او مغاربه او عرب او حتى لو كنت كملت الثلاث سنين بتوعي هناك، ربنا كرمني خلاص، ربنا ما كرمنيش برضو كان هرجع برضو اهلي وزمالك والكلام. بس انا برضو استعجلت زي ما انت قلت، اصحابك والنادي الاهلي والكلام ده كله، ما حسبتش بقى، حسبت بقى مين هناك وهلعب مش هلعب، ما حسبتهاش. ما حسبتهاش. لكن كان تفكيرك ايه؟ كنت شايف الخطوه بتاعت الاهلي ازاي؟ كنت فرحان، زائد المدرب عايزك، يعني هو بيقول لك انا عايزك. فانت يعني فاهم ان هو المدرب نفسه بيقول لك انا عايزك، وبعدين النجوميه بقى في مصر بالظبط كده، وشهره والناس هتتكلم وهتكسر الدنيا فخلاص. كنت بتأثر في التمرين؟ لا، التمرين عمري ما قصرت فيه. عمري ما قصرت في التمرين هناك. يعني اقدر اقول لك، ممكن اقول لك ان انا اول فتره ليا هناك كنت مكسر الدنيا. في الاهلي؟ اول فتره، اول ما دخلت، انت عارف داخل نفسيه عاليه جدا ومبسوط وفرحان وعايز تحط رجلك. بس انت لعبت قليل جدا يا عم. لا، ما انا هقول لك. كان الكابتن حسام بيدخلني الماتشات كلها. ما كنتش بنزل، يعني كنت على طول جوه السكور، ولاعيبه اسامي تقيله جدا بتطلع بره. ايه السبب يعني؟ ما كانش بينزلني. يعني كنت اخش، يعني انت بتقول انت متالق في التمرين وعامل كل حاجه وتمام، ايه السبب ان انت تخرج بره القايمه؟ لا، انا كنت بدخل بره التشكيل الاساسي. ما بتلعبش ليه؟ كان هو بيقول لي انا مستني الوقت المناسب. كل ما اخش، ما تستعجلش، انت ماشي كويس. ايوه، امتى الوقت المناسب؟ ايوه، ما انت قعدت كده سنه تقريبا. انا قعدت سنه كامله بتمرن والعب ماتشات وديه سنه كامله. ما قعدت في الاول بيدخلني السكور، وبعد كده طبعا انا نفسيتي همت الصراحه، ما انكرش ان انا همت، بقيت زهقان وبقى باين عليا في التمرين، خلاص اتخنقت، مش يعني بقى لي فتره دايس في التمرين وما بخش. فغصب عني بقى نفسيتي تعبانه وقرفان وبتاع، فهو ما صدق لاني ايه نفسيتي وهمدان في التمرين، فقال لي خلاص اعمل ايه بقى، بيطلعني بره السكور خالص.